وصلنا ليها لمحطتنا الأخيرة لليوم مع المسرح أبو الفنون يلي عم ينبض بإبداع سوري رغم عدم انتظامه كحالة دائمة، لأنه عم يبث روحه على الخشبة ويوجه بوصلته نحو مختلف الفئات العمرية. أكيد نور، وحديثنا اليوم رح يزيح الستار ويقودنا مع إبداع بدأ بعام 1988 مع ممثل يستحق لقب المسرحي الأستاذ غسان دبس. صباح الخير أستاذ غسان. صباح النور. وسهلا فيك. صباح النور، وشكرا كثير على المقدمة الجميلة، وتحية لكم وتحية لأطفال سوريا الحبيبة. أول شيء بدنا نهنيك على مجموعة العروض ضمن فعاليات مسرح الطفل. خلينا نحكي عن هي الفعالية وقديش مهم فعلا اليوم مسرح الطفل ودعم هيدا المسرح. الفعالية الأخيرة هاي ضمن مهرجان الطفل، شيء جميل أنه نستغل عطلة الطفل بمسرح. هاي الشيء الأجمل فيها، وكان جمهور المسرح كثير جميل جميل، وهذا بدل أنه الطفل بحاجة كثير لهذا الشيء. يعني مسرح القباني بيسع 225 كرسي أو محل، فكان عم بيجينا كل يوم بحدود 500 طفل على الواقف وعلى القاعد وعلى حتى على المسرح معانا أطفال، لأنه الأطفال وأهاليهم الكل عم يحضر. الأطفال وأهاليهم الكل عم يحضر. نحن بحاجة لهذا الشيء، بحاجة لهالشيء، ويا ريت يستمر هذا الشيء. يعني نبدأ بكرنفالية مسرح ويستمر على مدى العام يعني. نعم. قبل ما نروح ونشوف لقطات من العرض المسرحي، خلينا نحكي المسرح أو العمل المسرحي الخاص بالطفل. يعني هلأ ذكرت أنت عم يجوا الأهالي وعم يجوا الأطفال، قديش لكان حلوة القصة وبتجذب، ولازم العمل المسرحي يكون مو بس للطفل، كمان لشريحة الكبار أيضا فيهم يحضروه. هلا الطفل أو مسرح الطفل منروح باتجاه شرائح عمرية. هلا ما بدي يفوت فيها هاي الحكاية، إنما نحن لما بنشتغل مسرح بنشتغل ضمن الشريحة العمرية لكل للأطفال. يعني في الشريحة الأولى والشريحة الثانية والشريحة الثالثة تنتهي بسن المراهقة، يعني ينتهي بسن 18، يعني بعد قبل 18 لساتنا أطفال بهاي المسمى. فنحن لما بنعمل عمل مسرحي بيكون ضمن هاي الشرائح الثلاثة، هي التفصيل فيهم خمس شرائح، إنما نحن منروح لثلاث شرائح لسهولة التعامل مع الطفل. إنما ليه بيحضر الأهل مع الأطفال؟ كل واحد منا عنده حالة طفل هاي بداخله، ايه. فلما منروح باتجاه الحضور مثلا على المسرح بتشوفي أحيانا الأم أو الأب أو اللي جاي مع الطفل عم بيستمتع مع هاي الطفل. رجع شال هذا الطفل وحطه هيك قدامه، عم يقول له انه شوف هاي مسرحية للأطفال، فبيكون التفاعل كثير جميل ورائع. والطفل الأهم، هاي المعادلة الأهم بمسرح الطفل، انه أنا احترم خصوصية هاي الطفل، احترم تفكير هذا الطفل، احترم عقلية هذا الطفل، شو بحب شو بيكره شو كذا، وقدم له هاي الوجبة فنيا بمعلومي أنا متقصد تماما وصل له إياها. يعني نروح باتجاه المعلومة التربوية مثلا أو الحالة الاجتماعية أو خصوصية اجتماعية، إنما معلومي لازم أكون أنا كتير حريص أني أعطي هاي المعلومة ضمن العمل الفني كعمل فني عام، وبتوصل بطريقة يمكن أجمل وأسرع. رح نتابع حديثنا معك أستاذ غسان، بس خلينا نروح مع حضرتك ومع المشاهدين نتابع مقتطفات من مسرحية مغامر طحان مع القط فهمان، والتقطها كاميرا برنامجنا مع زميلتنا سلمى عودة. من أقصى الحدود، من أقصى قطاع الأرض، مسايدي وحبيبي.
المشاغبات في جميع أرجاء البلاد. نعم يا مولاي. أيضا ما العمل الآن يا مولاي؟ لا بس سأتكفل الأمور بنفسي. قل لي أيها القطار، أين هذا الأمين؟ إنه في الأهل بدون قميص. ماذا؟ سيد غسان، خلينا هيك بعد ما تابعنا لقطات من العرض المسرحي، قديش مهم انه يصير عرض مسرحي مو موسمي او مو بوقت محدد ومحصور، دائما مسرح الطفل لازم يكون على تفاعل يمكن بشكل دائم، وايضا ادخاله للمدارس وخاصة بعد هالظروف اللي كتير صعبة مرقت على اطفالنا، ويعني قديش مهم؟ كتير مهم. هلا على صعيد على المسرح نحن بشكل دائم نطالب انه يكون في عروض مستمره، وعندنا امكانيات انه ككاست فني عندنا الامكانيه انه نتابع او نعرض على مدار السنه. هلا بصير انه ترتيبات، هاي الترتيبات الاداريه انا مالي فيها، انما نحن نطالب بهاي الشيء بحيث انه يكون في عروض مستمره على مدار العام. هاي على صعيد المسرح القومي كمسرح رسمي. على صعيد المدارس هناك مسرح مدرسي وأنا إلي علاقة كتير وطيدة فيه لأنه أنا عم بشتغل كمان فيه. نحن عم يكون في نشاط مسرحي بالمدارس عم بيثمر على أنه في عروض، في عروض ومواهب يجب استثمارها بالمدارس، بس ما عم نشوف النهوض بالمسرح المدرسي مثل أيام زمان أو سابقا. قبل كنا نلاقي يمكن فعالية أكثر أو حضور أكبر للمسرح المدرسي عن تمام. اليوم تمام. نحن يعني المطالبة الأساسية أنه إمكانيات، أعطيني إمكانيات بعمل لك أي شيء وين ما كان. أنا ما مرتبط عملي مثلا على الستيج تحديدا، وخاصة بما يتعلق بالمسرح المدرسي. نحن أحيانا عم بيكون التدريبات ضمن القاعة الصفية، يعني ضمن الصف، يعني منزيح المقاعد هيك كذا وبنعمل مسرح أو كذا. إنما الإمكانية، هاي الإمكانية أنا بمسرح الطفل كتير هام الإمكانيات. أنا لما أحد أهم عناصر العرض المسرحي الإبهار البصري بمعنى الديكور والمعطيات الثانية. أنا إذا كان عندي إمكانيات أنا بعمل الديكور جنة حقيقية، يعني كغابة مثلا أنا بعملها كتير جميلة، وبفوت الممثل بيطلع والطفل بيستمتع بهاي الحكاية، بتصير العلاقة أجمل كمان مع الطفل. إنما الإمكانيات أنا لن أتحدث عنها، أنا أقول إننا على استعداد أن نستمر بعروض ككاست فني. إن على صعي على مدى العام إن نعرض. بعدين عم بيصير إنه حتى بهاي المهرجانات عم بيصير 3-4 عروض بالفترة هي. هلا أوكي نعرض بهاي الفترة، بعدين ناخذ استراحة، بيكون عرض شغال. بعد هاي العرض منروح باتجاه عرض ثاني وعرض ثالث وثالث وثالث. هلا مثلا في كذا مسرحية أنا مشتغل فيها معادي 3 مرات على 3 مواسم. هلا هاي الثلاث مرات على 3 مواسم نستمر فيها على مدى العام، بصير عنده الطفل طقس مسرحي إنه مثلا بيوم كذا ويوم كذا في مسرحية شغالي، بيصير عنده هاجس إنه يروح بهذا الاتجاه، بيساعد بإعادة إنعاش حضور المسرح بحياتنا بشكل عام. أكيد نحن عندنا طقس مسرحي جميل بسوريا، يعني وهاي الطقسية انه في مسرح. هلا ليش الجمهور ما عم بيجي؟ هاي معادلة كمان صعبة، بدها حيز للحكي فيها. على الصعيد الفني كممثلين ومخرجين ونصوص حتى، رغم انه في تعب كتير بإيجاد النص، انا بقول لك انه ممكن كتير يكون عندنا مسرح على مدار العام.
نعم سيد غسان، يمكن من بعد هي المسرحية من ضمن المهرجان، خلينا نحكي عندك مشاركات تانية خلال العام أو شو عم تشتغل كمان، خلينا نحكي بالشق المسرح المدرسي أيضا، شو عندك جديد؟ نحن على الصعيد المسرح المدرسي هلأ عم نجهز لعمل كمان مسرح، يعني لأنه بشكل دائم نحن بالمسرح نشتغل بهالحيز هذا، يعني بشهر 3 ممكن أنه تشوفوا شيء للمسرح المدرسي تحديدا. على المسرح الرسمي اللي منسميه الرسمي هو المسرح، يعني وزارة الثقافة مديرية المسارح كمان لسه عندي عرض عم بجهزه إخراجا هالمرة، مو تمثيل. نعم موفق يا رب. الله يخليك. نشكرك الأستاذ غسان دبلس الفنان المسرحي على وجودك معنا، نتمنى لك التوفيق بجميع مشاريعك القادمة. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا.